أما عن وزارة السياحة، بيعقد اليوم يحيى راشد وزير السياحة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل نتائج مشاركة القطاع السياحي في بورصة برلين هذا العام والتي اختتمت أعمالها بالعاصمة الألمانية برلين. يذكر أن الجناح المصري المشارك بفعاليات بورصة برلين شهد لقاءات مكثفة لوزير السياحة يحيى راشد مع شركاء المهنة بالخارج وعدد من المسؤولين الحكوميين الألمان وعدد من الوزراء السياحة العرب لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة. الجدير بالذكر أنه شارك في المعرض أكثر من 187 دولة حول العالم وأكثر من 10,000 عارض وأكثر من 120 ألف زائر. يشارك القطاع السياحي المصري هذا العام بجناح يضم أكثر من 80 عارضا تشمل فنادق وشركات سياحية وشركات طيران والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية.